الو، عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد، أنا رامي عيسى، لا تهرب، وخلينا بأدب إن شاء الله أنا وأنت. لا تهرب لأن الشاشة مفتوحة أمام الجميع وأنت في بث مباشر. هل تستطيع أن تثبت لي تنصيب الأئمة الاثني عشر؟ ماذا؟ هل تستطيع أن تثبت لي تنصيب الأئمة الاثني عشر؟ تنصيب الأئمة الاثني عشرية نعم. أن أثبت أيوة يا عم. بأي كيفية أقول يعني؟ أثبتها بأي كيفية؟ تستطيع أن تثبتها من القرآن الكريم؟ أنت ماذا درست في الحوزة يا محمد؟ ماذا درست في العوزة؟ نعم. يعني أنت تريد مناظرة معي أو أي شيء؟ لا لا لا، لا أريد مناظرة معك، أنا أريد يا محمد أن أبين لك أن معتقد الشيعة معتقد باطل يا محمد والله، وكذب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأريدك يا محمد. نعم. على ماذا تعتمد؟ اعتمدت على عدة أشياء، أولاً اعتمدت على القرآن الكريم، الله يقول نعم، تفضل. نعم، الله أي آية من القرآن؟ الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله قال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه نعم مخلصين له الدين. والله قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فالآيات كلها كثيرة تأمرنا بدعاء الله تبارك وتعالى. فالشيعة لماذا يقولون يا نعم حسين يا مهدي أدركني، يا فاطمة أغثيني؟ لماذا؟ يعني يا حسين يا فاطمة أدركيني، يا أنت حسين عندك يعني تاني نفس الشيء عندما نقول يا الله. يعني يا حسين يعني يا الله. لا أسألك، قال نفس الشيء. عندكم نفس ما انت بتقول يا حسين. لا، حسب اعتقاد الشيعة عندما يقولون يا حسين، هل في اعتقادهم نفس الشيء عندما يقولون يا اعتقاد الله؟ مين يا محمد؟ اقول لك نفس اعتقاد مين؟ نفس اعتقاد مشركو قريش، ما كانوا يقولون يا لات يا عزى يا منات، او قوم نوح ما كانوا يقولون يا ود يا سواع يا يغوث يا يعوق يا نصر. الان اعطني الدليل، اعطني الدليل من كتب الشيعة. دليل من كتب الشيعة على ايه؟ ما انت بتقول يا حسين والله يأمرك ان تدعو الله، يبقى ده لا ايه؟ لا انا اسالك، اعطني اعطني بالدليل من كتب الشيعة عندما يقولون يا حسين نفس معنى كما يقولون يا الله. طب هسمعك الان المهاجر علي القراني يقول: احنا ما بنقول يا علي نعم يعني يا الله. من يقول هذا الكلام؟ علماء الامامية الاثني عشرية يقولون يا علي يا من علي. من من بين العلماء؟ وفي أي كتاب؟ طب لو لا 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 لو سمعتك الآن عالم من علماء الشيعة، اسمع كده خليك معايا. نعم. تكفره لو قال كده؟ عبد الحميد المهاجر مثلا. لا لا، نحن لا نعتمد إلى كلام العلماء. طيب اسمع كده أنا وأنت. من كان كأنكم معتقد الشيعة يعتمدون إلى كلام العلماء. اسمع يا محمد. الشهداء عند ربهم. اسمع. الآن صيح يا حبيب. لم تفهم. يا حبيب. يجاوبك ابو حسين، والله يجاوبك. انا اتكلم عن عقيده، لما تقول يا علي يعني يا الله. اتكلم عن عقيده، لما تقول يا علي يعني يا الله. اتكلم عن عقيده، لما تقول يا علي يعني يا الله. ايه رايك يا محمد؟ ايه رايك يا علي يعني يا الله؟ هذا صوت الشيخ عميد مهاجر. نعم، هذا صوت الشيخ عميد مهاجر. نعم، هذا المشرك عبد الحميد مهاجر. عميد مهاجر قال بان هذا اعتقاد الشيعه. يا يعني بيقول لي ده الشيخ عبد الحميد. انا نسيت عبد الحميد. لا هذا كلام هندوسي. هندوسي نسيت، ما حد نسيت. مو كتاب الشيعة. نعم، تفضل بكلام التوسي هندوسي. او المجلسي. بقول لك، وانا قلت توسي بقول لك ده هندوسي. نعم، عبد الحميد الهاجر ده هندوسي. انت اتعلمت ايه في الحوزة يا محمد؟ انت من غانا؟ لا انا لست من غانا، انا من دولة سهل العاج. الساحل العاجي يا محمد، فكر يا محمد. والله دين الشيعة دين مخالف للقرآن والسنة والعقل لا إمام في القرآن ولا علم. وأنت ولا لم الشرك وأنت لم تثبت بأي دليل، تقول فقط كلام كافر. أنا جبت لك التسجيل أهو، أجيب لك الدليل. بس بس بس, بس. أنا أريد أن تقنعني يعني. طيب أجيب لك الدليل. أنا في إيدي الآن كتاب مشارك أنوار اليقين للشيخ رجب البورصي، مشارك أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين. رجب البورصي ده من كبار علماء الشيعة، بيقول عنه الأميني صاحب موسوعة الغدير، موسوعة الغدير بتاعت الأميني دي، بيقول عنه الشيخ رجب تقي الدين من عرفاء علماء الإمامية وفقهائها، من العلماء الفقهاء الكبار. قال علي بن أبي طالب سلام الله عليه:
أنا رافع إدريس مكانا عليا، أنا منطق عيسى في المهد صبية. إيه رأيك، ده شرك ولا مش شرك؟ هذا الكلام شرك. أي الله أكبر، أحسنت. أيوة كده يا محمد، أنت كده إنسان عاقل. لا أسألك سؤال. لا لا سؤال. نعم. سألتك سؤال، هل هذا الكلام، هذا كلام شرك؟ أنت ترى شرك ولا مش شرك؟ أنا عندي لسه بالشرك. أي أنت شكلك واقع محتاج فلوس يا محمد. أنا عندي لسه بالشرك. هذه حقيقة. علي هو الذي رفع إدريس مكانا عليا، وهو الذي أنطق. نعم هو الذي رفع إدريس مكانا عليا، هو كان آدم، هو نوح، هو موسى، هو إبراهيم، هو محمد. يعني علي هو محمد هو موسى هو اللي نصر الأنبياء، هو العالم أجمع. طب يا إيسا رامي، في هذا الكتاب بيقول هو المنادي لكم ألست بربكم بأمر كيوم لم يزل، أن علي أخذ العهد علينا ونحن في الأزل فقال أنا المنادي لكم ألست بربكم. وأين المشكلة؟ يعني علي هو الذي أخذ العهد علينا ونحن في الأزل ألست بربكم. نعم أين المشكلة؟ ما في. طب وهنا بيقول أنا مجري الأنهار، أنهار من ماء تيار وأنهار من خمر وأنهار من عسل، وهو الذي شق الجنة وخلق. رامي عيسى هذه هي اعتقادنا، لا نعتقد بذلك. هذا اعتقادكم. طيب محمد. نعم هذا اعتقادنا. أنت تعتقد بهذا يا محمد؟ أعتقد 100%. طيب أنا الكتاب في يدي الآن يا محمد، بيقول قال أمير المؤمنين أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجارية. نعم. أنا غارس الأشجار، يعني الإمام علي هو الذي غرس هذه الأشجار التي نراها الآن. وفوق ذلك يا الله، وهو الذي أخرج لنا الثمار والفواكه. إيه طيب كل شيء في العالم، كل شيء. وهو الذي أهلك قوم عاد وثمود. إيه نعم هو الذي خلق السماوات والأرض. ارفع صوتك يا محمد، انت صوتك بعيد. هو الذي ايش؟ هو الذي خلق السماوات والارض. علي الامام علي. يا الله. طب محمد. نعم. انت الان في بث مباشر على القناة يشاهدك المئات، والمقطع سينتشر في فليشاهدني كل العالم، فليشاهدني كل العالم. انا اؤمن بذلك. أنت تؤمن أن علي هو الذي خلق السماوات والأرض والجنة والنار؟ والله أؤمن بها، أؤمن بذلك والله. نعوذ بالله. الحمد لله. ممكن أوجه كلمة بس لإخواننا في ساحل العاج. رأيتم يا إخواننا في ساحل العاج، يا من ينتشر بينكم التشيع الآن وبكثرة، رأيتم هذه عقيدة الشيعة التي يخفونها عنكم. ها هو الذي تعلم في الحوزة، تعلم محمد، هذا تعلم الشرك والضلال والكفر، وهذه صورته، وتعلم الشرك والضلال والكفر في الحوزة، وأتى ينشر هذا بين المسلمين في الساحل العاج. انتبهوا يا مسلمون، انتبهوا يا أهل أفريقيا من هذا الدين، الدين الشرقي، الدين الدموي. التشيع ما دخل في مكان إلا ودمره يا أهل أفريقيا، حتى ولو لم تكونوا مسلمون. انظروا إلى الشيعة الآن ماذا فعلوا في العراق، وماذا فعلوا في لبنان، وماذا فعلوا في اليمن، وماذا فعلوا في سوريا. انتبهوا من هذه العقيدة الضالة. علي هو الذي خلق السماوات والأرض، علي هو الذي خلق الجبال، هو الذي أخذ العهد علينا ونحن في الأزل قال ألست بربكم، قلنا نعم ونحن في صلب آدم، نعم يا علي أنت ربنا. صح يا محمد؟ ماذا؟ صح. مش علي هو الذي أخذ العهد يا محمد أول أنه هو ربنا؟ أنا قلت لك ذلك وأثبت، قلت أنا أؤمن بذلك، هذا هو اعتقادي. نعم محمد. أول أنت قلت لي أنت من أين في الساحل العاج، من أي مدينة؟ أنا في أبيدجان. في أبيدجان. كل الشيعة في الساحل العاج يعرفونني 100%. كل الشيعة في الساحل العاج يعرفون، كل جميعا يعرفونني. كل فكات محمد أول من ساحل العاج، محمد أول. نسأل الله يا نعم أول، نسأل الله أن يهديك إلى الحق، وأن يهديك إلى الحق إن شاء الله. إلى ماذا؟ إلى أن أنا أعبد علي رضي الله عنه. طب الإمام علي مات إزاي؟ هو اللي خلق هذا ومات. أنا لم أقول لك بأن علي هو إله. لا 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 انا اسف، انا معلش التبس عليه الأب. هو ما قالش اله، هو عليه هو اللي خلق السماوات والارض بس مش اله، هو اللي خلق الجبال والانهار بس مش اله، وهو الذي اخذ العهد علينا ونحن في الازل الست بربكم،
فكلنا قلنا نعم بس مش إله، وهو الذي هو الذي أنجى الأنبياء وهو كل شيء بس مش إله، وهو الذي أهلك الجبابرة وأهلك عاد وثمود بس مش علي. إله كل شيء من علي، كل شيء من علي، كل شيء من علي. نعم عبر ما شئت. طيب محمد يعني هذا مو اعتقادكم، اعتقادنا نحن نؤمن بذلك. طيب هذا اعتقادك تستطيع أن تثبته لي من القرآن الكريم؟ أنت لم تثبت شيء من القرآن الكريم. أنا عندي كل هو الله أحد، الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله وليس لعلي. يا ولد محمد، يا ولد يا محمد، علي أنا لا أنفي هذه الآيات، أنا لا أنفي هذه الآيات، أؤمن بهذه الآيات. أنت بتؤمن بس مشرك، ورب الكعبة أنت أشد شرك من أبو. لا أنا مشرك، نعم أنا مشرك، أبي ما شئت أنا مشرك. نعم نعم شكرا. هذا اعتقادك. نعم شكرا. نحن عندنا اعتقادنا ونحترم ذلك، احترموا اعتقاداتنا. نحترم اعتقاداتكم. لا 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 نحترم هذه الاعتقادات الشركية، نحن ندعو أصحاب هذه الديانة لا نحترم اعتقادكم. أنت لازم تحترم اعتقادنا، لأن اعتقادنا من القرآن الكريم، أما اعتقادكم أنتم من الشيطان. اذهب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. شفتم بيعلموا الشيعة الأفارقة إيه؟ رأيتم ماذا يتعلم الشيعة الأفارقة؟ وهذه رسالة لإخواننا في الساحل العاج، ولعل بإذن الله تبارك وتعالى أنا كنت منسق ومرتب لزيارة الساحل العاج وكوتيفوار، وزرنا دول بجوارها كثيرا، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى يعني نزور الساحل العاج قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن رأيتم إخواننا في الساحل العاج بماذا يعتقد هؤلاء؟ رأيتم بماذا يعتقد هؤلاء من الشرك والكفر والزندقة؟ ويأتون إليكم لينشروا هذه العقيدة، وده معروف، ده داعي التشيع الأول في الساحل العاج محمد أول، وهذه هي العقيدة الصحيحة. هذا الولد أشجع من السلقلقي ياسر الخسيس، هذا الولد أشجع من أحمد القمامي، أشجع من وغد اللامي، أشجع من محاور الشيعة اللي يتنططون الآن ليلقوا الشبهات. هذا أظهر هذه العقيدة، وفعلا لم يأتي بشيء من عنده، قالها دون تقيا، هذا اعتقاده فعلا، وده الموجود المسطر اللي تعلموه في حوزاتهم، فأشجع منهم، تكلم بصدق وجرأة وأظهر هذا الكفر. الحكم لكل مسلم شيعي يستمع إليه، هل ما استمعت إليه الآن ينم على أن هذه الديانة هي دين الإسلام أم دين غير دين الإسلام؟ نسأل الله أن يهدي وأن يأخذ بيده وبيد الشيعة الحيارة إلى نور التوحيد.